عندما انطلقت ثورة 23 سبتمبر نبى أبناء المحافظات الجنوبية في النداء وتوافدوا زرافات وأذانا إلى تعز وقطعاء وإب لانخراط الحرس الوطني للدفاع عن ثورة سبتمبر. أكبر دليل أنه في معبر الراهدة فقط عبر في الثلاثة الأشهر الأولى من انطلاق ثورة سبتمبر حوالي 64 ألف مواطن كانوا يشعرون بأن الثورة ثورتهم وأن هذه فرصتهم للتحرر من الاستعمار. عندما عدوا العدة وانطلقت ثورة 14 أكتوبر كانت تعز تحديدا هي مركز تدريب الفدائيين لتحرير الجنوب. عندما انطلق العمل البدائي ووصل إلى عدن لم يكن محصورا بأبناء المحافظات الجنوبية، كانت هناك فرق بدائية من مختلف مناطق الوطن. لم يكن أحد يسأل أنت من أي قرية أو أنت من أي إمارة أو أنت من أي محافظة، وإنما كان يكفي أن يعرف أن هذا سائر جنبه. كانوا يجسدون وحدة التراب الوطني، لكن الآن للأسف يغلب هذا الولاء، هذا الانتماء المناطقي أو القروي أو الأسري، يغلب بغلبات عقائدية للأسف الشديد.